والآن ننتقل إلى وسائل الإعلام الدولية والعربية التي لاقت اهتماما كبيرا بإتمام وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية. وركزت الصحافة العربية والدولية على نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار وأيضا الدور المصري مع بدء تلك الأحداث والاتصال الهاتفي الذي قام به الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي أعرب فيه عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين على قيامهم بدور كبير في إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف إطلاق النار، وذلك مشيدا بالجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل. البداية مع صحيفة الاندبندنت البريطانية في نسختها العربية، فقد تحدثت عن إتمام وقف إطلاق النار وأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال وفدين أمنيين إلى المناطق الفلسطينية وتل أبيب للعمل على تثبيت الهدنة. وننتقل من الاندبندنت إلى صحيفة الشرق الأوسط التي نقلت أيضا إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار الذي تم برعاية مصرية والتعهد بمعونة إنسانية لغزة. أما وكالة الأنباء السعودية فقد جاءت بترحيب البرلمان العربي بوقف إطلاق النار في غزة. وتناولت صحيفة سبق السعودية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية وأن القاهرة توفد وفدين أمنيين لمتابعة إجراءات التنفيذ. أما صحيفة الرؤية الإماراتية فقد نقلت ما جاء عن الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن قد بحثا تهدئة في الأراضي الفلسطينية. وعنونت وكالة الأنباء الكويتية تقريرا حول وقف إطلاق النار برعاية مصرية في قطاع غزة. أيضا وكالة أنباء البحرين التي ركزت على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية. نفس الأمر لوكالة الأنباء العمانية التي جاء فيها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن وكالة الأنباء العمانية إلى صحيفة هيسبرس المغربية عنوان إسرائيل وحماس توافقان على وقف إطلاق النار. وجاء في صحيفة كود المغربية وقف إطلاق النار بين حماس وبين إسرائيل برعاية مصرية. وتصدر في جريدة الشروق الجزائرية تقريرا بعنوان وقف إطلاق النار في غزة بدءا من فجر الجمعة. أما صحيفة النهار اللبنانية فقد كان هناك عنوان فيها هدنة متبادلة ومتزامنة في غزة من الثانية فجر اليوم.